راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطلق نداء عاجلا للحصول على أدلة على الفظائع المرتكبة في دارفور. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة تحذر من أن السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض. المبعوث الأمريكي والرئيس الكيني يشددان على ضرورة التوصل إلى حل سلمي عاجل للنزاع في السودان. قتلى وجرحى يوم الثلاثاء بسبب استمرار القتال في الفاشر بين الجيش والدعم السريع. حزب الأمة يدين استمرار الاستخبارات العسكرية في الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين. لجان مقاومة أبقوتا بولاية الجزيرة تتهم الدعم السري بمهاجمة 6 قرى. مجلس الكنائس العالمي يستنكر تجاهل أطراف الصراع في السودان لمبادئ القانون الدولي الإنساني. مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الأضحى من الأحد إلى الخميس. النيابة تصدر إعلانا للقبض على 23 من قيادات تقدم لاتهامهم بتقويض النظام الدستوري. ارتفاع في أسعار الأضاحي في نهر النيل وبور السودان والغضارف. الحكومة تتهم المفوض السامي لحقوق الإنسان بتجاوز مجزرة والدنورة وإغفال إدانة الدعم السريع في بياني. الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور تشكل هياكلة من 10 وزارات.